الطريق الساحلي الجديد الذي تم إنشاؤه هذه السنة. إذن هذا هو الطريق رانا فيه، نديرو كل 100% سوف نصوره إلى نهايته باش نشوف الحجم نتاع المشروع هذا، باش نعرف الحجم ديالو، وكذلك ممكن نكتشف أشياء أخرى. إذن هذا هو الطريق. لازم البقايا تاع الاشغال ما يخليوهاش، ما يخليوش السمات فوق الارالق، لا زال هذيك الطريقه تاع الاشغال لا فينيسيون. وهنا عندنا دوش عمومي او مرحاض عمومي، وهنا كما قلنا الميناء الجديد نتاع العوانه، ميناء الصيد الجديد. الرحلة ديالنا عبر الطريق الساحلي الجديد نتاع مدينة العوانة، والذي تم إنجازه هذه السنة. شيء جميل 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 جدا هذا الطريق. هو تم وضع الكلوتير هنا على الميناء تاع العوانة، تصميم جميل. شفته في بعض الصور من قبل لكن ما كنتش مقتنع كثير بالاشغال. الان نشوف التصميم ديالو، التصميم هو جيد مدروس. وفيه يعني عمل جميل. إذن هذا الجزء المنتهية الإشغال من الطريق الساحلي لميناء العوانة. وهنا نشوف التصميم رائع، وهنا هذا الميناء تاع العوانة، وكذلك هنا نشوف هذا الحجارة اللي داروها، حجارة هذه الحجارة هذه داروها بشكل جميل، داروها بشكل رائع. إذن هذا هو، شوف الحجارة هذه عجبتني بزاف أنا الحقيقة. الحجارة هذه اللي داروها عجبتني بزاف بزاف، الخدمة يعني متقونة وتعطي شكل رائع. حبذا لو يستعملوها ياخذوا المثال هنا من هاد لو ريفيتمون هذا، جميل جدا، خاصة وأنه الحجارة هذه متوفرة موجودة، والطريقة تاع الوضع ديالها جميل سليم. إذا إن شاء الله مصممين ياخذوا بعين الاعتبار هذا الديكور، هذا الفيتمون. و إذن هذه هي يعني الاشغال التي تم انتهت فيها في الطريق الساحلي او الكورنيش الجديد لمدينه العوانه بولايه جيجل. هنا نشوف
ميلاء تاع العوانه ونشوف المنظر الرائع. وفيه تصميم يعني. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.